الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. إلى صحيح البخاري كتاب الوكالة باب الوكالة في قضاء الديون. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه سنا مثل سني. قالوا: يا رسول الله، لا نجد إلا أمثل من سني، يعني أعظم وأفضل من سني. فقال: أعطوه فإن خيركم فإن من خيركم أحسنكم قضاء. وهذه مسألة عظيمة في هذا الباب، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء الرجل أن النبي استقرض، وفيها جواز القرض، أن النبي صلى الله عليه وسلم استقرض سنا إبلا، وهذا فيها دلالة واضحة جدا على جواز الاستقراض، على جواز الاستقراض. فقد استقرض النبي وهو أفضل الخلق أجمعين، وليس معه سداد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقترض ليؤدي أدى الله عنه. ولذلك كانت ميمونة تقول: لا أبيت ليلة إلا حتى يكون الله معي، فكانت تقترض من أجل ذلك، تقترض من أجل ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني فجاء للنبي فطلب واشتد في المطالبة، فهم أصحاب النبي به، لأنه كيف يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. شوف النبي، وهذا التواضع مع التواضع الإنصاف، التواضع مع التواضع الإنصاف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. شوف، دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، يعني ما أحد يلومه، طالما عنده حق يتكلم كيفما شاء. دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، مع أنه أساء عند العرض في الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لما هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم به قال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. هذا تواضع من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع التواضع أيضا فيه يعني التواضع وفيه حسن الخلق وحسن الإنصاف، أنه قال: له حق أن يفعل ما يفعل، له حق أن يقول ما قال، فإن لصاحب الحق مقالا، فإن لصاحب الحق مقالا. فقال: دعوه أن لصاحب الحق مقالا. وهذا أثر في الرجل عند المطالبة، وهذه حسن خلق ما عهده الرجل بحال من الأحوال. ثم قال: أعطوه سنا مثل سني. والممثلة هم، الممثلة هنا واجبة، المماثلة في الرد واجبة. فقال: أعطوه سنا مثل سني. قالوا: يا رسول الله، لا نجد إلا أمثل من سني، أفضل منه، يعني لا نجد إلا أفضل منه، لا نجد إلا أحسن منه، لا نجد إلا أكرم منه، لا نجد إلا أفضل منه. فقال: أعطوه فإن خيركم فإن من خيركم أحسنكم أو أحسنكم قضاء، إن من خيركم أحسنكم قضاء. فهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإحسان يعني أفضل وأعظم. قال: إن من خيركم أحسنكم قضاء، فعلامة الخيرية إحسان القضاء. وإحسان القضاء على خلاف العلماء، كما قلنا الأئمة الثلاثة قالوا: إحسان القضاء بالوصف أو بالعدد، يعني بالوصف أو بالزيادة، بالوصف أو بالزيادة، ما في شيء، بالوصف أو بالزيادة، يعني أخذ 100 أعطاه 110، أخذ 10 من الإبل أعطاه 11، له ذلك بالوصف وبالعدد. ومالك قال: الزيادة لا تكون إلا بالوصف، والأصل عنده عدم الزيادة، لأنها من الربا، كل قرض جرى نفع فهو ربا. قال: إلا ما جاء عن النبي في مسألة السن، فهو قال: أعطوه مثل سنه بكرا، فأعطوه رباعيا، أخذ استلف منه بكرا وأعطوه رباعيا. فنقول إن النبي قال عموما، قال: إن من خيركم أحسنكم قضاء، وفعل النبي جزء فعل فرد من أفراد العموم، لا يخصص فعل النبي فرد من أفراد العموم لا يخصص. فالصحيح أنه يجوز أيضا أن يعطي فوقه عددا ووصفا. وفيها جواز الوكالة للغير أن يؤدي عنه، ولأن النبي قال لهم: اقضوه أعطوه، فوكلهم بذلك. وفيها حب صدق حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يحتملون عليه شيئا، فلما جاء الرجل وأساء التعامل هموا به، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يتح لهم ذلك، هم هموا به. وأيضا المغيرة بن شعبة لما عروة أخذ في لحية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يلعب في لحية النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل؟ ضربه بالسيف مغمدا، ضربه بطبيعة السيف، ضربه على يده وقال: أخر يدك وإلا لا تصل إليك. وخاله
قال من هذا؟ قال المغيرة بن شعبة هذا. قال أي غدر، ما زلت في غدراتك لا يوم الناس يعني. ففيها صدق محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها كما قلنا الوكالة، وكلهم أن يغدو أن يغدوه سنا فوق سنه رباعيا. الفوائد المستنبطة: حسن خلق النبي يؤثر في الجميع، حسن الخلق مؤثر. الفائدة الثانية: من علامات حسن الخلق الكرم في العطاء. الفائدة الثالثة: صدق محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، زجروه. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقيا الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا، وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.